السلام عليكم جزائري، لاباس عليكم بخير. فلنريكم طريقة كيفاش تفعلوا الإشعارات اللي ما كيوصلوش، الإشعارات ديال القناة والإشعارات ديال التعليقات. هانتوما غادي تدخلوا اليوتيوب، غادي ديروا أي قناة بحال دابا أنا غادي ندير القناة ديالي. هانتوما كتشوفوا من فوق واحد ثلاثة ديال النقط، غادي تبركوا عليهم، غادي يطلع لكم إعدادة مشاهدة على التلفاز، البندوسية ديال الخصوصية، المهم غادي تدخلوا انتوما على الإعدادات. غادي تدخلوا بحال هكا، غادي تلقاو إعدادات عامة، تشريح تلقائي، تنزيل، مشاهدة التلفاز، تشغيل خصوصي، اشتراك مدفوع، إشعارات، غادي تورقوا على الإشعارات، هانتوما غادي تفعلوا هادشي هذا كامل، مشاهدة على التلفاز، تحديث المونتاج، نشر في قنوات أخرى، ردود على التعليقات، المهم غادي تفعلوا كلش بخصوص هذه الأولى، هذه الأولى إلا بغيتي يوصلك الميساج والرسائل كاملين يوصلوك ضربة واحدة، يعني بحال دابا بحال هنايا هانتوما غتشوفو دايرين السبعة، يعني إلا بغيتي نفعل هاد القضية هادي، غادي نديرو تفعيل، غادي يبقاو يوصلوني الميساجات ديما بعد السبعة العشية. المهم الخوت هانتوما كما كتشوفو، ونزيدكم واحد القضية في راسهم، دابا بزاف الناس اللي كيكونو مستخدمين الخصوصية ديال القناة ديالها، واخا كيدير لك اشتراك ولا كيكتب لك دوالي ما كيوصلكش، فهمت؟ حتى واحد الحتة عاد كيوصلك. ولا ما كيبانلكش، كيكون هو عندك مشترك، ولكن راه عندك في القناة مشترك معك، ولكن كيكون بحال هكا حافظ الخصوصية ديالو وخصوصية ديال القناة الآخرين. فهمت يا خوت؟ يلا تهلاو في راسكم وتنشافوا، هذا شرح بسيط وصافي. منين شفت الخوت كيعاني مع القضية ديال الإشعارات وكذا، راه غادي ندير هذا الفيديو هذا بجربة وصافي. يلا شكرا، تهلاو في راسكم وتنشافوا إن شاء الله.